جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تنصحون بقراءة القرآن الكريم سرا أو جهرا، ولا سيما إذا كان القارئ في مكان وحده؟ نعم، قارئ القرآن خير بين السر والجهر حسب ما هو أنشط له وما هو أبلغ في القراءة، ولا شك أن الجهر بالقراءة أفضل من السر، خصوصا إذا كان عنده من ينتفع بالجهر ويستمع للقرآن فإن نفعه يتعدى إلى غيره. أما إذا كان الجهر بالقرآن يترتب عليه مضرة بالآخرين، كان يشوش على من يصلي حوله أو يشوش على نائم حوله، فإنه يسر في هذه الحالة لئلا يؤذي من حوله. وبهذه المناسبة فإن كثيرا من الأئمة في هذا الزمان يرفعون القراءة بواسطة مكبرات الصوت خارج المسجد، فيشوشون على من حولهم من المساجد ومن البيوت التي يصلي فيها النساء والمعذورون عن حضور صلاة الجماعة لمرض ونحوه، يشوشون عليهم صلواتهم وأذكارهم وتلاوتهم. فيجب على هؤلاء الأئمة أن يتقوا الله وأن يقصروا أصواتهم داخل المساجد. نعم.